إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم جرة ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم جرة ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك بتنكر الوراق العتيقة بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة ليه يا إنسان إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم ليه يا إنسان وليش بقى ما بدو أمك تروح معكم بتحيبوا يعني وديعة أختي الله يخليكي ما صدقت على حالي إمتى إجا مشان نروح نشتري الجهاز والمعنى؟ ما بدي شي ينزعلي الشغلة بوس إيدك طالما أمك مالها زعلانة ما في مشكلة لسه ما قلنا يا هادي بلش يحط شروطه ويحاول يبعدك عنا شو وردي؟ بس كنت عم حط شوية حمرة هلا هي حمرة هاي يلا شوف خاطركم تذكرت شي شغلة لسه ما انكسرت بالبيت وجاي تكمل عليها قلي صفيان شي لسه ما كسرته لسه صفيان راسي ما كسرته اللي مستغرب انه لسه لك عين تحكي بعد كل اللي عملتي ليش شو عملت قلي لشوف شو غلطت مع سيادتك اوعك تغلطي معي بالكلام انا ما بقى اسمح بهذا الشيء عم تفهمي طبعا جرح احساسك استاذ سمير من شان الله لا تواخذني عملك اوعك تغلطي احسن ما كمل ليش سكتت
لما اشوف. اعمل لك سمر خلاص بقى. ايه فعلا خلاص. وانت قلت خلاص. بس لا تنسى انه انا وقفت معك وكنت ناوي اضل واقفه جنبك لو مهما صار. بس يا خساره يا خساره انت ما انك واقف مع حالك. شرفي تليفون إليك. هلون بابا هم تعبا. بابا حلا حلا بابا مت عليك. بابا حلا مت عليك كرمال الجبل. بابا مت عليك يزن. ليش خايف؟ على حساب شبه قبضاي؟ ايه. ولك بابا، لك بابا طلعت لنا روحنا احكي مثل الناس في العالم بقى خلصني. قل لي لشوف، شفتها بالمدرسة؟ بقصد بالفرصة. ايه، وبالعلامة طعميتها من تفاحتي. ايوه، وبعدين؟ كل واحد راح لصفه. ولما صرفته ما شفتها؟ دورت عليها ما لقيتها، واستنيتها بالقرنة، اللي قلنا عاد نلتقى فيها ما اجت. ايه. ايه ما اجت وسكروا باب المدرسه. ضليت استناها لحتى اجى بابا. التقيت. لك ما بدك الا الخوف. خلص بدي اعملك فارسي. ما بدي شوف فارسي. مو على كيفك فارسي يعني فارسي. خير. شوف بنت معلم عامله حادث سيارة. شو؟ وحاليا المشفى الفاتح. طب ليه ما خبرتني؟ حكيتها كثير بس انت ما ترد علي. هلا يلا يلا. حط ايدك. لا الله وكيلك، بفوت على البيت مثل الحرامي بيطلع مثل الحرامي. لك مشان ما يدفع الاجار. ماشي الحال. طيب ما بتعرفوا وين بيروح وين بيجي؟ ما عارفه قرايبينه يعني؟ ما بنعرف عنه شيء. طالما انه رفيقك دفع عنه الاجار وبعدين بتحاسبوه. ايه الله يرضى عليك يا ابني، بنقولك الثواب. ان شاء الله ان شاء الله. وبوعدكم اذا شفته لاعطيكم الاجره دبل. قال دبل قال، فوت تقبرني فوت. منى انا رايحه معك. الله يخليك. اذا بدكم مني شيء انا جاهز. الو مرحبا محجوب. ليك جاي لي على الشركه. لا لا فورا، عاوزك شغله ضروريه فورا على طول. ليك بعد 10 دقائق بتلاقيني بالمكتب، لا تاخر. ماشي. السلام عليكم. الله معك ابني، مع السلامة. الله يسلمك يا رب يا ماما. أمانة ابني، سلم لي على الوالدة كثير. يوصل يابا يوصل. الله معك، مع السلامة. الله يسلمك. يعني ما بدك تقولي لي. طيب أنت ليش مهتم بهالموضوع؟ لا لا ما في شيء، بس أنا حكيت لك عن سبب طلاقي وأنت ما جبت سيرة عن طلاقك. هي قربنا نتزوج، عرسنا الخميس اللي جاي، ولا نسيتي؟ لا ما نسيت. أحكي لك. شو قلتي؟
انه ما كان يجيب اولاد. شبك؟ لا ما في شيء ما في شيء. السلام عليكم. بلاها هي واقفة كذاب حبيبتي، ابقوا احكوا بالصالون تقبروني. جيران ما حدا بيعرف وين. سجلتهم كلهم علي. ايش نمو؟ يلا شباب يلا همي همي. ربطوها منيح السيارة ها. بدك شي معلم؟ ايه عاجل تغير. تعال معي. على السريع شباب جاي. خير معلم. بدي اسألك سؤال. شري. ابن خالتك بسام ما كان يجي ولاد؟ هن بقيوا مع بعض كذا سنة بس ما صار حمل. ومشان هيك اختك طلبت الطلاق؟ مو بس هيك معلم خلدون، في جواز كتير رب العالمين ما رزقوا نضنا ومع ذلك ما تطلقوا. لو ما كان في شغلات أكبر ما كانوا تطلقوا. أهم الأولاد؟ معلم تأخرنا على الزباين. بدك شي؟ سلامتك بس وينك؟ يا ريت يضل هذا الموضوع بيناتنا.
مشي معلم. جاهزين شباب؟ ايه معلم. يلا اطلعوا. وبعدين يا سيدي طلعت البنت مختفيه بالمدرسه، شوشحني يا سيدي، مرمطني، مسح فيني الارض، خبط راسي على الحيط يا سيدي، خرمشني يا سيدي. شوف سيدي شوف، شو بدي اقول لمدامتي انا يا سيدي؟ عفوا منك يعني هذا غير الكلام اللي حكاه على سيادتك الطالع نازل سيدي. ماشي الحال ماشي الحال، روح هلا على شغلك. بس يا سيدي اذا خلص قلنا روح على شغلك. حاضر سيدي، الله خلينا اياك يا سيدي. طمني دكتور، يعني بدها تضل هيك؟ اطمن استاذ، هلا اخذنا الامرين وان شاء الله بتتحسن. يعني دكتور لامتى بدها تضل بهالحاله؟ يعني طفله بسنها قضت ليله كامله بالمدرسه، شو بتصور يصير فيها؟ حميد الله اللي اجت على هيك. دكتور لامتى بدها تضل على هالحاله هيك؟ والله يا مدام ما بنقدر هلا نحكم على مدى الاذى النفسي اللي سببته الليله، بس ان شاء الله تقدر تتجاوزه، وهذا طبعا بتوقف على مدى مساعدتكم لها. قلت لي انه في لسه راسك ما كسرته، ما هيك؟ ايه. جربي حطي رجليك برات الباب وشوفي اذا كنت نسيان كسره ولا مأجل الشغله لهيك لحظه. تهددني؟ هذا مو تهديد، بس عم احاول فرجيكي شو رح يصير فيكي. رجعي احسن لك. يلا رجعي احسن لك، شرشحي قدام الجيران. يلا الو 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 لؤي، لك رد يا غليظ. الو 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 لؤي، الو لؤي، اذا عم تسمعني رد علي. الو لك الو. الو لؤي، الو مرحبا لؤي، رد يا غليظ. الو الو لك الو يا لؤي. الو 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 لؤي، لك رد يا غليظ. الو 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 لؤي، الو لؤي، اذا عم تسمعني رد علي. غريب، طب ليش ما دق لي على الموبايل؟ ابصر اهلين. هذا انت؟ عم دق لك. بعرف. شو حاطط على راسك حجاب؟
ما عم تظهر على غرابة بهالفترة؟ شو بك عصامو؟ مالك بالعادة يعني تحكي نكت بايخة؟ شرف. عم بحكي نكت بايخة أنه صرت شايف حياتي كلها بايخة. اف 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 بسم الله على قلبك. شو بك عصام؟ لك شو في؟ ما بعرف. بدي مين يضربني يا رجل؟ بدي مين يشدني؟ وليش؟ حاسس بالذنب من شي يعني؟ يمكن. يمكن بدي حجة لحتى أبكي. والله الظاهر مو ناقصك حجة. هذا اللي طلع من خاطره؟ لا، ومعذب حاله ونازل على السوق ليجيب جهاز قال. معلش وديعة، أنا ما بدي الذهبات. بدي يا هو. هو؟ يا ريته يحبك مثل ما بتحبيه. والله بحبه لك وديعة. بحبه كثير. يا الله. ليش أنا كنت أحلم برجال مثله؟ بقيمته وبمركزه. حلاوته يقبر قلبي ما أحلى. إيه الله يخليكم لبعض. آمين يا رب العالمين. إيه عزبه الله بيرحمك. طيب ممكن تشيلي هالنظارة لو سمحتي؟ معلش يا ريت ما تحرجني. إذا احتجتني بتلاقيني بمكتبي. أهلين إبراهيم، مع السلامة. ايه مدام سمار. اوف لشو كل هاد؟ معلش لو سمحت انا بدي اثبت هالشي بمحضر رسمي. طبعا حقك. تفضلي اكتبي لي كل شي بالتفصيل وحطي ببالك انه اي معلومه ممكن تفكريها تافهه ممكن تفيدك وتكون لصالحك بشكل كبير إذا كنتي ناوية. ناوية. مفهوم هذا مفهوم. بس يا ريت تتذكري إنه هذا زوجك وإذا الحكام ممكن تندمي. اخزي الشيطان الرجال ما بينسى. انك ما تطلع من البيت بدون اذني كمان اليوم. هلا شو صاير مع بنتك حلا؟ هلا اتركينا من موضوع بنتي وجاوبيني على سؤالي، وين كنتي من صباحيه الله؟ يا عيني بنت ليش عم تحكي معي هيك؟ بعدين يا اخي انا مالي خلاق اعمل مشاكل وقتها لا بهيك ظروف. قلي لشوف كيف بنتك. شوفي راميا لا تتخبي ورا موضوع حلا مشان تتهربي من الإجابة. عم بسألك سؤال محدد، وين كنتي وليش طلعتي بدون إذني؟ والله أنا ماني مضطرة أجل كل أشغالي لحتى يفيق شهريار زمانه. ها؟ وطلع لك لسان والله. والله لسان إجا معي بالولادة إلا إذا كنت مفكر إنه ما حدا بطلع له لسان غيرك. شوفي يا بنت الحلال. لا تكمل. بعده يمشي لحال. بعرف يا رجال البيت يا تاج راسي. اسمح لك انا اللي كان لازم اعرف بالاول انه رح اجي سكنه عسكريه مو بيت زوجيه. اي نعم يا ستي هو سكنه عسكريه. النوم بامري والاكل بامري والطلعه برات البيت باذن مني وبتوقيعي انا شخصيا. كيف ما
معنوياتك؟ المفروض أنا اللي أسألك. أنا معنوياتي على العال ومتأكد إنك رح توقفي على رجليكي. طيب والمشي؟ رح تمشي وهذا وعد مني، بس أهم شيء ما تخلي اليأس يسيطر على مشاعرك وأحاسيسك. تصبحي على خير. دكتور؟ عم مل لحالي. عم تملي؟ طيب كيف هيك بالمطالعة؟ يعني ماشي حالي. طيب حجيب لك كم كتاب تسلي فيهم، وكل شوي بطلع عندك. شكرا. تصبحي على خير. وانت بألف خير. عم تحكي على الضمير استاذ لؤي؟ اوعى تكون مفكر حالك عندك ضمير اكثر مني، اوعى. ضمير شو لك فواز؟ ضمير شو اللي عم تحكي عنه وانت عم تضحك على البنت وتتزوجها تتزوجها من شان مصاري ابوها؟ طبعا انت مستفضي استاذ لؤي، مستفضي مشان هيك ضميرك شغال. انت ما جربت ولا مره كيف تركض طول النهار وبالاخير تحط كل جهدك مشان تفوز بالجائزه الكبرى. انت سمحان فيها الجائزه الكبرى؟ انا راح اقول لك اكبر جائزه لحمار مثلي بينحط طول النهار انه يلاقي له مقعد بسرفيس. انت ما جربت المناكشه والمطاحشه على السرفيس، هذا غير، هذا غير انك تضطر تدق ابواب كل الجيران وبايدك كل زل الدنيا مشان شو؟ مشان تدين لك 1000 ليرة، 1000 ليرة تكفي فيهم مصروفك لاخر الشهر. ايه بس هذا ما ببرر اللي عم تعمله ابدا. بادل شو؟ بادل استاذ لؤي، اقعد محلي اسبوع واحد بس، اسبوع واحد بس وانا باخذ محلك، ولحظتها بتشوف ضميرك الصحيان هاد كيف رح بيطير. ليك ولا اسمعني منيح، انت مالك علاقه بضميري ابدا. شفت الرعب اللي بعيونك، شفت خايف على ضميرك استاذ لؤي. لا تخاف، لا تخاف، لا تخاف، طول ما انت هيك رح يضل ضميرك صحيان وعم بزقزق كمان. مشان هيك انا بدي حلا، يا حلا يا حق تعمل بالخليج وغصب عن الكل، وبنقول لهم كل الحديث هذا على لساني. وقتك لك فواز، وقتك. بعرف إنه الظرف ما أنا مناسب، بس عن جد لو ماني مضطرة ما بقول لك. خير؟ شوفي بدي اياكي تروحي معي على البيت بس 10 دقايق تجيبي غراضي. خايفة؟ ما بتعرفي بجوز يطلع جنونه مرة تانية. فهمت عليك. هلا بس اجي عصام بحاول روح معك، بس ما بوعدك. منى أنا مقدرة الظرف بس ما بعرف شو بدي اقول لك. شبه نسمر احساسك بالذنب اليوم كثير عالي، ما بكفي وقفتك معي بالمحنه. لا ولا نحن اخوات، بعدين يومنا مثل بنتي. لكن انت شلون بتعملي هيك؟ شلون؟ اهدى عماد،
اهدا خلينا نعرف نحكي. لك شو بدهم يحكوا علي العمال والشغيلة لما بشوفوكم فايتين عن استديو لحالكم؟ شو بدك تكون صورتي قدامهم لما لا في شغل ولا في تصوير؟ لا تنسى اني لؤي مثل خطيبي والكل بيعرف. لا ما شو اللي عم بيصير يا بيت هاد الناس؟ لك شو اللي عم بيصير؟ واحد اخذ اختي مشوار والثاني اخذ بنتي والثالث اخذ مرتي. لك ما بيه غيري انا. ايش حدا ياخذني مشوار؟ حواليك حدا ياخذني مشوار؟ والله حضرتك مو مقصر بنوم، يعني خزيت العين عنك من وحدة لوحدة، شمام هوا قطاف ورد. انت مدخلك، هاي حياتي وحياة عيلتي، انت لا تتدخلي. لا تتدخل بحياة غيرك، ما حدا بيتدخل بحياتك. قوم انت تاني، ابوك واقف وانت من جعي. اللي سمير، لك اللي شو اللي صاير، لك شو الخراب كله هاد. خلص لؤي، بعدين ببقى بحكي لك. المهم انا لازم دفع المصاري. خير، نحتاج لهيك مبلغ وبتبقى بتقطعهم من المسلسل. بس مبين امو ليه ينباع بالأول؟ ينباع لو ايه؟ ينباع ان شاء الله بينباع سمير. اللي قديش بدك؟ يعني حركة 50,000. اف شو بك سمير؟ يعني شو مفكر انا بنك متنقل؟ لا ولو لو ايه؟ شو الحكي؟ بس يعني انا سمير وحياتك وحياة الأخوة والصداقة اللي بيناتنا، أنا ماني حامل هيك مبلغ ولا حتى نصه ولا حتى ربعه. أنت بتعرف يعني لما بكون معي أنا فورا بشيله بعطيك، بس هلا ما معي. طب قديش فيك تأمن لي؟ ما بعرف، للمسا بشوف. لا الله يوفقك لؤي، بدي إياهم بالكتير بعد ساعة. أف يعني ليش كل هالقد مستعجل؟ بعدين بقول لك. ماشي سمير، أنا وصل على البيت جيب لك إياهم وارجع. شكرا لؤي، تأكد إنه وقفتك هي معي. ما راح انسى لك يعني حياتي. لك سيدي انسى وخذ راحتك. يلا باي. ما بعرف، بس من وقت ما قالت له هدى انه طلقت من بسام لانه ما بيجيب اولاد تكركبت اموره فوقاني تحتاني. يي 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 ليكون مقطوع من الضلع لك ابني؟ ما بعرف. هاني حبيبي انت جرجره بالحكي، فهم شو قصته، مو غلط لك امي مشان اختك، شوف شو الموضوع. ماشي ماشي ماشي. الله معك. هاني قلو يجي يتغدى عنك. تكرمي. خاطر الله معك. الحمد لله على السلامة عمو. شكرا على الورد استاذ. ولو يا عمري انا يعني معقول اداريين واساتذه واذنه بيطلعوا بيسكروا المدرسه قبل ما يتاكدوا انه كل الطلاب طلعوا لبرا؟ بصراحه التعليم انتزع من وقت ما استلموا النسوان، صارت الشغله شوره. شو رأيك عصام؟ رأيي إنك ما توفقت لا بالمكان ولا بالزمان بهيك تعليقات. يا سيدي قال يعني منى أنا رايحة. سمر استني لنروح معي. معلش منى خليكي عندك انت، شيء بشنطتي على السرير. خلص أنا بدبر حالي، يلا باي. يا ميت مرحبا، تفضل. غرفة رقم واحد. كم واحد في هالغرفة؟ لحد هلا اثنين، وانت الثالث. ايوه. يعني ممكن يصيروا أكثر؟ من تمك لباب السما يا حق. لوين يا أخ؟ ليش مو فوق الغرفة؟ لا الغرفة مو فوق، هون أخي. خلينا فوق أنشع. خالص فوق. يعطيك العافية. أهلين. ما في أوضة أحسن من هاي؟ أنا
على قد لحافك مد رجليك. شو فكر حضر جنابك نازل بشرته؟ لا تواخذنا، غلطنا ومنك السماح. أهلين. شو كمان ماما؟ وجبني رواية ماني متذكرة شو اسمها، بس شيء له علاقة بالكوليرا. باينته بيفهم منيح الصالح، ها؟ بجنن. بس يا ماما نحن بدنا اياه بيعقل. أهلين أستاذ سامي. الحمد لله على سلامة الأميرة الصغيرة. الله يسلمك. شلونك بابا اليوم؟ إن شاء الله صرتي أحسن. منيح. أنا بسمحوا لي. إن شاء الله ما فايق أنسى حالها. شكرا استاذ سامي، ان شاء الله ما نزورك الا بالخير. الله معك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا نعم. شكرا كثير على زيارتك استاذ سامي. يا رب. الله يعافي قلبك، مع السلامه. ليك يا رب. صار له زمان قاعد هون؟ لا، من شوي اجى. كم مرة اجى زارك؟ هي أول مرة، ولسه هلا واصل قبل ما تفوتوا. بابا، هي المشاكل ما بدي اياك تتدخلي فيها بنوب. بابا أنا مشاكل؟ ما في شيء بابا، ما في شيء. ما في شيء بدي. ما في شيء، لا تخافي، راح ترك البيت. شو؟ ترك البيت؟ ايه، اخذ كل اغراضه وراح. ستي ولك مجنونة، ليش عم تبكي هلا؟ مو انت كان بدك تترك البيت وتمشي؟ هالمرة وفر عليكي حرج وترك البيت هو ومشي، طلع مزوق. ايه مزبوط، هبط عليه الزوق فجأة. معقولة لك سمر؟ الوحدة منا ما عاد تعرف شو بدها تعمل، هتغير وضعها ولا تبقى على ما هي عليه؟ لا، إذا مثل وضعي تغيره أحسن. سيدنا شو المطلوب مني هلا؟ المطلوب إنك تكون مهذب وتضب لسانك. سيدنا انت اكثر واحد بتعرف انه انا مضبوب وقاعد ببيتي ساكت، لا من تمي ولا من كمي. ايوه. طيب استاذ احسان، تفضل، مع السلامه. الله يسلمك. الو، وانت ليش بتلبك؟ لا يا سيدي ازعى، شوف له اي ما بتسمح له يتمادى معك بالكلام مهما صار. طيب هلا انت شوف شو بده وبعدين خبرني. الله معك. مرحبا عمتو. اهلين استاذ يزن، تفضل. شو هالزياره الحلوه هي؟
والله يا عمتو قلت لحالي يا ولد انت كتير صاير عم تهمل صلة القربة والرحم. هاي ليك عمتك سيارتها قدام الباب صار لها اكتر من شهر. هلأ تذكرت انه السيارة بدها تصليح؟ لا حبيب كتر خيرك. هاتي المفاتيح. يزن لما بدي صلح سيارتي انا بعرف صلحها. انت مالك علاقة وانا مالي قاصرة. بلا انت قاصرة وانت قليل ادب. والمفاتيح؟ يلا يا زهر الله معك روح من خلقتي. هزوا بدلك شو سائل من عند الصبح. بلكي هاد زر التشغيل. ايه والله هذا هو. هاتي لشوف. ايه ما في خط. هاتي لشوف. ايه والله ليكون منزوه. شو منزوه؟ هاتي لشوف. مو معقولة. ها القائمة. شو يعني؟ هاتي لشوف. شو يعني؟ شو يعني القائمة؟ قليك خلي بسام يفهمك عليه. بسام ليش أنا عم شوفه لبسام مثل العالم والناس؟ لك ما بعرف ليش قلبي ما مطمن له القصة. متزعلين شي؟ ليش أنا بحسن زعله؟ إيه أنا إذا ردت زعله ما بعرف شلون. تعرفي؟ رح أطلع دق من برا. وليش بقى؟ لأنه من هون ما مشي الحال. بركي بيمشي الحال من برا. إيه إن شاء الله يمشي الحال من برا. عجبو الله بيرحمك. عالي كتير يعني شوية معالجة فيزيائية وبتصيري هداف الدوري بكرة القدم. وأول هدف تسجله رح أهديك وأقول حلقة قالت. حلقة قالت. أنا واثق من هالشي. شو؟ شو شو؟ عندي مرضى تانين لازم شوفهم. ما هي؟ طيب خليك شوي تاني. شوي تاني؟ ليش؟ لا ولا شي بس أنا عم بدي أخلي لحالي. طيب ماشي بعمل جولتي بسرعة وبرجع لعندي. ماشي. الشاب اللي نازل معنا بالأوضة. شو وين تاخده؟ هات. بعد ذلك بعد ثم اتجه وحمل حمله ومشى ومشى وهو محمول ورماها ثم عض على شفته السفلى. بعدين لا تنسى انه انا وبابا منعرف ليش حضرتك راكد وراها. يا عظيم بتعرف انه انا لحد هلا ما بعرف ليش راكد وراها. لا يا لكن ان شاء الله مفكرني رح صدقك على اساس هلا انت انك بتحبها وميت بدبديبه وما بعرف ايش. لك 60 عمرك ما صدق ولا ما كان اصلي الا انتظر ختمك على الموضوع. انت كمان شو القصه البايخه لازم تنتهي مين حتطلع حد. معك حق. وانت قلتها لازم تنتهي.
ما بوقع على هيك طلب. بلا استاذي منى، بدك توقع مثل ما وقعتي على اللي قبلها، بدك توقع على هيك. اطلع لبرا، وقع. انت واحد قليل ادب وقليل الذوق وقليل التربايه وقليل الفهم وغيره. اطلع لبرا. شوفي مدام منى، طالما الامور وصلت لهون وطالما حضرتك مو رضيانه تفهمي، فاسمحي لي اوضح لك نقطه كثير مهمه. قلت لك انقلع لبرا احسن ما اتصرفها. اسمعيني مدام منى، لا تفكري حالك انك قاعده ورا هي الطاوله بسبب كفاءاتك وشهاداتك، بتكوني كثير غلطانه. بدنا ورا هي الطاوله رجال ومراه، او مراه حريمة مثلك، والحريمة بتسمع الكلمة وبتكون مطيعة وما بتزعل اللي أكبر منها، ما هيك؟ بدي أرجع آخر الدوام لاقي الورقة جاهزة. إن شاء الله دائما يا رب. إن شاء الله ألف صحة. على قلبك فاتي. يعني لولا الأكل ما كنا شفنا للمعلم خلدون. لا لا لك بنتي، مو وقت الاعتاب هلا. شو بتحب تشرب، شاي ولا قهوة؟ شاي لو سمحتي. على عيني. تفضل معلم. شرب شرب. الله وكيلك صوصت معدته من وقت اللي قلنا له انه معزوم عنا على غدا. اختي بدك كثير بالك من هلا، خطيبك باين عليه فجعان. يا حريشك. معناتها الجوع هو اللي نساه شغلات كثير مهمة. لا شو نسيت؟ ما نسيت. بس يعني شوف معلم خلدون، أنا لما وافقت على طلبك يعني ما كنت حاطة ببالي موضوع الأولاد. مظبوط. بس يا ست هدى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنا بصراحة فكرت فيكي. يعني زينة الحياة الدنيا مظبوط، بس أنا حابة أكسب فيك ثواب وبلاقي قدامي بالآخرة. ليه إنسان كل ما بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ جرة ألم تمحي يلي حنان ولم، بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. بجرة ألم تمحي يلي حنان ولم، بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة، تنسى هواك بتنكر لورا العتيقة. بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم.